قوة هجومية بالنسبة لطلع الجيش أبرز سماته بالنسبة للربع الأمامي، كل من كريم طارق ومصطفى خواجة وأحمد سمير وأيضا محمود وادي، قوة هجومية خطيرة بالنسبة لطلع الجيش في الفترة الأخيرة. طبعا يعني انا اكمل برضه بعد كلام ابو جريشه. تولى لما تولى محمود بسيوني المسؤوليه، الاستقرار بقى رجع بقوه، حتى الانتصارات، انتصارات شيء رجع بشكل كويس قوي. محمود بسيوني يعني كان ماسك الفرقه قبل كده، عارف الخطوط العريضه طبعا، والحته الحافز للفريق ان هو يبتدي معاهم ازاي، وده فعلا اثر بشكل كبير قوي. والدليل ان احنا ايه، كان في لعيبه اول ما جه عبد الحميد بسيوني ما كانش موجوده بتلعب بشكل كبير جدا. يعني احمد سمير وكان ساعتها برضو مصطفى الخواجه، كان في كتير قوي، كان كابتن عماد النحاس كان ساعتها ايه معتمد بشكل كبير قوي على الطريقه الدفاعيه 5-5-3-2، كان او 5-4-1، ما كانش معتمد بالايه من الناحيه الهجوميه بشكل كبير قوي. عبد الحميد بسيوني اول ما جه ابتدى ايه القوه الهجوميه رجعت بشكل كبير قوي، احمد سمير ابتدى يخش بشكل مميز ومعاه كريم طارق، عشان كده الايه اداء اتحسن قوي بشكل كبير. بالنسبه لايه لطلائع الجيش، طلائع الجيش من الفتره الاخيره ايه ماشي بشكل كويس بشكل ثابت مع عبد الحميد بسيوني. العكس الناحيه الثانيه بقى، العكس ناحيه اسوان يعني احنا نبتدي في البدايه، بدايه الدوري كان اسوان ماشي بشكل كويس، لما صحيح. ايمن الرمادي كان ماشي بشكل، كان احنا قلنا ايمن الرمادي الفرقه لا عامل لها شكل وعامل كيان وعامل يعني ماتشات مميزه جدا، واحنا قلنا ان اسوان ده الحصان الاسود هيبقى في الدوري. في دروب نزل لما الفتره اللي مشي فيها احمد بالحاج حصل انهيار في الايه فريق اسوان، في مشكله كبيره قوي، عشان كده لا ايه حصل بقى دروب النواحي الهجوميه اللي بالنسبه لايمن رمادي، عشان كده ابتدى بقى الناحيه الثانيه حبيت بسوني زاد. يعني كان الجيش في الاول كان ماشي بشكل دروب كبير قوي، تحسن بقى كبير في الايه في الاخر الموسم. عشان كده لا مباراه صعبه الفريقين طبعا عندهم مميزات، كل واحد دي عنده مميزات في فرقه. يعني ايمن رماد بيحب يعتمد على الاطراف بشكل كبير قوي، عبد الحميد بسيوني بيعتمد لا من العمق بشكل مميز من ناحيه المهاره، احمد سمير وكريم طارق.